مرحبا، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. سلام للجميع في حلقة جديدة كما عودناكم في رمضان، نكون معكم أكثر ما بنستطيع عشان نعطيكم معلومات مفيدة. اليوم حنحكي عن موضوع في سيكولوجية وفي فلسفة وفي حقائق وفي أشياء كثيرة في الفعل، يعني الناس كثير بتفكر فيها لكن المعنى صعب، اللي هي السعادة. كل الناس بتحب السعادة طول الأزمان، لكن في الحقيقة والواقع في اختلاف لمعنى السعادة. كل الناس بيفسروا السعادة بطريقتهم. في ناس بيعتبروا حالهم سعداء كتير، في ناس ما بيعتبروا حالهم سعداء. هذه الأسباب طبعا في اختلاف حتى بين التربويين وعلماء الاجتماع على وصفات السعادة، كيف نقدر نعمل أنفسنا سعداء. طبعا بالمختصر المفيد، السعادة هي شيء غير، أنا بتوقعي ليس مطلق، ولذلك اليوم تستكون بصحبتنا الأستاذة ريم عناني، كانت معنا قبل ذلك. أهلا وسهلا الأستاذة ريم، أهلا فيك، شكرا لاستضافتي كمان مرة. شكرا شرفتينا، هاي قناتك طبعا، وإحنا كتير مبسوطين أن نكون معك. ريم طبعا مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، لايف كوتش، لها الكثير من الأعمال سواء على الواقع مع كلاينتس أو على مواقع التواصل الاجتماعي على اليوتيوب. بدعوكم لمتابعتها سواء على اليوتيوب أو الفيسبوك للاستفادة من الأعمال اللي بتعملها. بتعمل أشياء كثير عن الـ Woman Empowerment، Life Coaching، How to Start Your Life، How to Start Your Business، الـ Mental Approach. ف يعني نشكرها على إعطائنا هذا الوقت، وأهلا وسهلا فيها في قناتها وبين جمهورها. شكرا لك، شكرا كثير. طيب أستاذ ريم، خلينا نحكي شو التعريف للسعادة. يعني أنا صراحة يمكن تعريف غير مطلق، لكن بتوقع انك تكون مبسوط، يعني هذا مختصر. صح، لا اللي حكيته كله صحيح دكتور، ممتاز جدا. يعني فيش تعريف واحد للسعادة، هي اللي الناس بتدور على شيء وكأنه في وصفة جاهزة بدنا نعملها فبنكون سعداء. حقيقة الأمر ما فيش إشي، الإشي اللي بيسعدني أنا يمكن ما يسعدك أنت، أو الإشي اللي بيخليني سعيد. ومشان هيك الناس مرات كتير بنصدموا في حياتهم بإنه بيشوفوا واحد سعيد بقلدوا الوصفة تبعته، بين ما يوصلوا للمرحلة تبعته بلاقي إنه ما عبت مكان في حياته. ليش؟ لأنه السعادة نسبية أولا، والسعادة تختلف من وجهة نظر شخص لآخر وحقهم طبعا. فممكن شيء جدا يجعلني سعيدة، خليني أقول لك مثلا أنا أروح أمشي في مكان فيه طبيعة وهدوء جدا، هذا يجعلني في قمة السعادة. في ناس بتقول لك أنا ما بحب الطبيعة، أنا لازم أكون في مدينة سيتي وضجيج وكتير. يعني عندي كلاينت بتقول أنا لازم أكون في نص مانهاتن عشان أكون سعيدة. فإذا لا يوجد تعريف واحد للسعادة، لك الحق بأنك تشكل حياتك بالطريقة اللي بدك إياها وتشوف شو اللي بيسعدك من خلال سؤال نفسك مش تقليد الغير. يس صدقت، يعني حتى في ناس مثلا، انا مثلا بس لي اصدقاء بحبوا يحضروا افلام رعب، هذه بتعمل لهم سعادة في صح حياتهم. في ناس خاصة شوي رومانسيين بحبوا الافلام الرومانسية، في ناس بحبوا الافلام الكوميدية بيشعروا انها بتعطيهم سعادة. فكل انسان يعني حتى من شغلات بسيطة هيك، الميوزك، بتسمع ناس بتسمع مثلا أغاني قديمة هاي بتعمل لهم سعادة، في ناس لا بده الأغاني الجديدة، في ناس بده قرآن مثلا هي اللي بتعمل له سعادة. فمظبوط، يعني هي شيء غير ملموس. لكن طيب، هل هناك طرق علمية لنصل إلى سعادة، لنصل إلى خلينا نحكي سيلف ساتسفاكشن، إنك تكون مبسوط هيك، هل في إشي علمي؟ في طبعا، شوف اول شيء انت ذكرت شغله كثير مهمه اللي هي انه شغله صغيره زي قطعه الميوزك ممكن تخلينا نكون سعداء.
الفكرة الخاطئة عن السعادة إنه لازم يجي إشي في حياتنا تغيير ضخم كبير، أو مثلا أنا ببقى قاعدة في أيدا وهلأ بقول لك أنا ببقاش سعيدة إلا بتوديني على هواي. أوكي، كلنا بنكون سعداء إذا بنروح على هواي، بس سعادة مؤقتة. السعادة اللي إحنا نحكي فيها اللي هي إنه to be happy، إني أكون سعيد في كل الأحوال والأوضاع اللي أنا موجود فيها، وهاي بتيجي من أقل وأدق الأشياء اللي بيكتشفها الإنسان عن نفسه. فالحقيقة هي مش بحاجة إحنا لاختراع كبير، كأنه السهل الممتنع. أوكي، فهذا أول إشي. ثاني إشي، شو هو الأشياء أو الأشياء العلمية أو القوانين اللي ممكن تخلينا نستفيد أو نكون ناس سعيد؟ اللي بحب أقول لك، يجب أن يكون الإنسان سعيد بتواجده مع نفسه أول إشي، وبحث من خلال نفسه، يفهم حاله، يعرف إيش اللي بيخليه سعيد أو لا. بس بشكل عام احنا ما بنعيش في عالم فوضوي، احنا بنعيش في عالم وفي كون له مدبر وماشي يعني بتدابير دقيقة جدا. اذا فهمنا قوانين هذا الكون ومشينا معه باتجاه هذه القوانين مش بعكسها، بحيث انه نشعر انه هاي الحياة وكأنها نهر ماشي وانا ماشي معها بتدفق وبسرعة، فأنا بشعر بالسعادة لما أكون، طبعاً رح نحكي عن هاي القوانين، لما أدخل فيها أو أكون ماشي معها بعكس ما أني أمشي بعكس التيار، وسأكون على فكرة متعثر جداً ولن أحصل على السعادة اللي أنا بدور عليها. ممكن الواحد يقضي طول عمره هو يتعثر ويقوم ومش قادر يلاقي الطريق. أفضل وسيلة اللي أنا تعلمتها من سيمينار أخذته مع الدكتور مايكل بيكويث، هذا برضو عمل خطاب في الأمم المتحدة وحكى عن هذا الموضوع، اللي هو شو هي الأشياء، شو هو قوانين هذا الكون اللي هي تتماشى مع طبيعة وفطرة الإنسان وبتساعده عشان يكون سعيد. وأنا دخلت هلأ على الإنترنت، عدة جامعات عملت عليها بحوث، وفي برضو The Psychology، خلي أقول لك مين كمان، إذا حدا بحب يتفرج على بعض، على مجلة معينة عاملة دراسة كتير مهمة اللي هي The Psychology of Happiness. أوكي أوكي، فأول إشي شو هي القوانين؟ أول قانون هو الإشي اللي بيخلينا سعداء، هو نكون في حالة شكر مش شاكرين. يعني إحنا بنخربط. في كتاب قرأته كاملاً لما سكرته، فبقول أنا يعني بلخصه آية كريمة اللي هي بتقول لا إن شكرتم لأزيدنكم، وهذا الكتاب كامل بقى يحكي عن السعادة وعن السعادة البشرية. ولكن في النهاية أنا اللي اكتشفته إنه هذا حالة الشكر، مشاعر الشكر. يعني مش لا يكفي، احنا طبعا دائما بتقولي كيفك الحمد لله، شو اخبارك الحمد لله، الاولاد الحمد لله، ما فيش حدا بيحمد ادنى. المطلوب هو انه نتعمق في هذا المفهوم بحيث نركز على المشاعر المنطلقه من حاله الشكر اللي احنا موجودين فيها، بحيث انه نركز على ما لدينا وعلى الاشياء الموجوده، فيصبح لدينا حاله من الشكر اللي هي بتساعد على تعديل كيماويات الدماغ. زي ما قلنا عده دراسات عليها، يعني بنقدرش The Psychology and Happiness هاي مجلة عاملة، ولكن أنا بعرف في مجلة في بريطانيا بتحكي إنه عندما نكون في حالة شكر، نركز على ما لدينا وفي الأشياء الموجودة لدينا، يصبح هناك توازن في كيماويات الدماغ. وأنا هاي موضوع بستخدمه مع كل زبائني وبشتغل، ويصبح هناك إفراز عنا لهرمونات السعادة مثل الدوبامين، مثل هرمونات أخرى. خليني أشوف إذا أنا كاتبتها هون. أوكي، فهذا هذا الأمر بيخلينا نشعر بالسعادة. كويس؟ طيب، يعني أنا بدي ألخص بس نقطتين من اللي حكيتيهم. أول طريقة اللي هي معرفة النفس الذاتية، معرفة شخصك أنت، والشيء الثاني معرفة الكون، وبالتالي صح. طبعا خالق الكون بالضبط، لان احنا جزء منه. فانا فهاي قوانين هي قوانين الكون وهي قوانين سعاده البشريه، يعني شيء واحد. ما بقدر امشي ضد الكون، هو اقوى مني والفورس تبعته جدا اقوى. فواحده من هاي القوانين، تخيل قديش بسيطه، هي وجودنا في حاله شكر، وعلينا ان نتعلم ان كيف نكون في حاله شكر مش بس شاكرين. فهي اصغر الاشياء، هي الذكريات، هي الشعور الذي يصاحب الشكر. هذا الشعور يؤثر مباشرة على الدماغ. في دراسات بتقول بعد 40 يوم من أن نمارس كتابة مش نطقا،
تمرين الشكر، إني أنا شاكر وممتن لله تعالى على كذا وكذا، أشياء صغيرة حصلت معاي بقدر أتذكرها ترفع معنوياتي، بتأثر على إفراز هرمونات مثل هرمونات السيروتونين أو الدوبامين اللي هي هرمونات السعادة كمان. وإحنا في حالة احنا قلنا دراسة بتقول 40 يوم، ولكن انا دراسة قريتها وعاملها روبن شارما، احد يعني المنظرين في السعادة البشرية واحد البيجر بيجست كوتشز في العالم، حكى بدنا 66 يوم، وبتدعمها دراسة من جامعة بريطانية. 66 يوم بتمارس هذا التمرين بتعطي دماغك فرصة يعيد انتاج هاي الهرمونات اللي بتجعلك انسان سعيد، فهي رقم واحد. فإذا بدنا نعمل نمسك ورقة أو قلم، بدنا نحط جهد، ما فيش إشي بنقدر نوصل له لا السعادة ولا أي إشي تاني بدون ما نحط جهد. فإذا أنا بمس أنا مسكت الورقة والقلم أول ما بلشت أعمل هذا التمرين وجربته على حالي طبعا، لأني أنا برضو كنت أعاني في فترة من فترات حياتي بعدم السعادة وبالاكتئاب، وبدون مبالغة اللي كتبتهم أنا لا 66 يوم، أنا مجتهدة جدا في هاي الأمور، يعني مئات الصفحات، وكنت أكتب اليوم والتاريخ لأني بلاش أروح أنسى، وأختار الأوقات الجيدة لأنه الدماغ بيكون متلقي وجاهز للتغيير، اللي هي بيكون في حالة ألفة، الصبح بكير أول ما نصحى وإحنا نص نايمين أو مباشر قبل النوم يفضل الصبح. فكل هاي الأشياء تساعد على الشعور بالسعادة لأنه الجسم بيتجاوب معها وبينتج هرمونات تجعلنا ناس سعيدين. أنا معلش بدي أقاطعك هون، أنا ليش ضحكت لما حكيتي عن موضوع الكتابة؟ لأنه مدرسة ابني أعطتهم assignment يكتبوا زي وظيفة منزلية، ما شعورهم بالسعادة الآن واشتياقهم للأشياء اللي هم ما كانوا مقدرينها في ما قبل الكورونا، مثل الخروج للحديقة، التقاء الأصدقاء، نطلع نزور بعض، البيرثدي مع الفريندز. كتبت لهم شوية نقاط يكتبوا عنها، فلما ابني كان بكتب بسأله شو بتكتب، بقول لي أعطتنا المعلمة assignments عشان نشوف الهابينس أو الـ الـ يعني نقدر ما قبل الكورونا اللي كان كيف كنا إحنا سعيدين والآن الوضع. فأتوقع يعني نفس الassignment تقريبا اللي أنت بتحكي عنه مستخدماها هذه المدرسة، وسبحان الله يعني قبل يومين هذا صار. تماما I agree with you totally. يعني لو الإنسان بتطلع على ما قبل الكورونا كيف كنا عايشين، والله ما كنا مقدرين. أنا بقدر أسوق السيارة وين ما بدي أروح، بروح عند أي حدا بدي إياه. هلأ صرت تحسبي 100 حساب عشان تطلعي بالسيارة تزوري واحد، ولا تبعتي له شغلة، ولا تحطي له أكلة على الباب. فيس 100%. وقد تكون المعلمة قاصدة أعطتهم هذا التمرين لأنه فيك طلاب كثير عم بكتئبوا مشان تساعدهم يطلعوا من هاي الحالة. ففعلا يعني هو تمرين فعلا مساعد، ونتائجه أنا بقولكم أنا مجربيتها على نفسي وعلى الكلاينتس اللي بشتغل معهم. اثنين، قانون الحب. قانون الحب، نقدرش نعيش في عالم إحنا كارهينه ونتوقع منه إنه يعطينا أي شيء تاني. الحب إحنا هون اللي بنحكي فيه بعيداً عن الرومانسيات تماماً، الحب اللي بنحكي فيه هو حب الحياة اللي أنا فيها بكل ما فيها، كل ما تفاصيلها، حب الزهور، حب الشجر، تدخل في حالة حب مع هذا العالم اللي أنت فيه. شوف بيأثر، أنا رحلت قبل كم سنة على مدينة كرهتها تماماً، صدقاً هاي المدينة علمتني درس بأنها كرهتني برضو وضليت أمرض مرة ورا الثانية وأنا مش عارفة ليش، حتى الدكتور مش عارف يفسر what's going on. وأطلع وسيارتي جديدة تخرب هون، البطارية توقف، إيش فيه، وكأنه الدنيا بتعلمني في درس. يجب يعني لازم ندخل في حالة حب. أول إشي مشاعر الحب وكلمات الحب وأفكار المحبة، إني أنا بحب هاي الشجرة كتير مبسوطة منها، هي مشاعر حسب قانون الجذب بتخرج من الشخص وبتعود عليه حاملة نفس الصفات. فأنا إذا يعني فأنا بوزع حب وبتلقى حب أكثر، وما نتوقع إنه نكره الحياة وهي تعطينا، تتوقعش تكره بلد والآخر إيش تتوفق فيها، ما
ما بصير في خلل. أوكي، فقانون الحب برضه هو قانون كوني. هاي الحياة يعني قديش فيها، هلا بنقول طب مع الكورونا معقول؟ لا، لسه هذا الكون هو محب، وهذا الكون مليان سلام، وهذا الكون لو كان في كره أكثر من الحب لقضي الأمر، لانتهينا كلياتنا كبشر. ما يزال في خير وما يزال في حب. بدك تقول لي طب ما أنا ما فيش حدا بيحبني وعندي مشاكل، أنا بقول لك كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في هذا العالم. ابدأ أنت في حب الناس، ابدأ أنت في حب حيوان أليف برا أو كذا، شجرة، وردة بدها تموت تعيشها. يعني هذا شعور فعلا بنقلك وبيشعرك بالسعادات، اللي هي الأشياء الصغيرة اللي مفعولها على جسم الإنسان وعلى السايك تبعه جدا 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 قوي على نفسيته. برضو عنا الأشياء اللي بتخلينا سعيدة ولا يمكن تفشلنا نهائيا، العطاء. العطاء دائما في هذا العالم. الإنسان اللي بيعطي أول شيء بيزداد قيمة في نظر نفسه، بيزداد ثقة في نفسه إنه أنا عندي إشي أعطيه مهما كان. اللي تابع قصة توني روبنز، مين ما أرى عليها، أوكي؟ توني روبنز لما كان يعطي ولما طلع من بيت منهار تماماً، لكنه قرر إنه بده يروح يزبط حياته عشان يرجع يدير باله على أخوته، وكان يعطي ناس فقراء. مرة باقي معه $19 أعطاها كلها لشخص، حكى صح رجعت على البيت معيش أكل، بس كانت نفسيته مرتفعة جدا جدا، حس حاله أنه إنسان قوي يستطيع العطاء. وأنا بحب أقولكم أي حدا في عنده أهداف أو إشي نفسه يحصل عليه أو الدنيا مقصرة، يعني الأمور المادية أو غير المادية معه، ابدأ بالعطاء، العطاء قبل الأخذ. فهي سهل جدا علي أنا كمالتي مليونير أجي أعطي واحد $100، أوكي، لأنه موجود. بس هو أنا بقول لما أصير بدي أعطي. أنا بحب أقولكم تقدر تعطي من موقعك هذا، لأنه العطاء هو مش بس مال. ممكن أعطي عن طريق مساعدة، ممكن أعطي عن طريق دعم حدا نفسيا، ممكن أعطي عن طريق تعليم حدا بده يتعلم إشي ثاني. وهذا أكبر باب للسعادة، للشعور بالثقة، للشعور بالقيمة. هو الإنسان مش سعيد لما يحس إنه أنا بدون قيمة، ما إلي فائدة. فإذا في هاي الحالة هذا القانون بيساعدنا جدا، ودائما تذكروا العطاء قبل الأخذ. بس ضروري برضو نوازن بين الجهتين، لأنه أنا في كثير عندي سيدات بشتغل معهم وعندهم خلل في هذا التوازن، لأنه إحنا كسيدات وكأمهات بالذات متعودين نعطي كثير، بنحب نعطي، ولكن يجب علينا أن نوازن بين الجهتين. بدي أتفق معك في نقاط أو ألخصها لأربع. أول إشي أنت حكيتي أنه ولا إن شكرتم لأزيدنكم. الشكر يجب أن يكون عملي وليس فقط لساني، صح. يجب أن نطبق هذا الشكر. شيء ثاني اللي حكتيه الحب، الرسول صلى الله عليه وسلم بيحكي صح. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حكى لأخيه، وأنا بركز عليها، لم يقل لأخوه المسلم ولا لأخوه المسيحي، لأخوه في البشرية. سيدنا المسيح بيحكي أحبوا أعداءكم، فالحب هو شيء جميل لأنه هو يساعد أيضا على نبذ الكره وإخراج هذه السلبية اللي موجودة. الشيء الثالث العطاء أو الصدقة، ما نقص مال من صدقة، إعطاء الناس، مساعدة الآخرين. سيدتنا عائشة أنا ما أذكر أنه كانت تنظف الدراهم تلمعها لما تيجي تعطيها للفقير، فلما سألوها السيدات اللي معها ليش بتسوي هيك، قالت إنه أنها تصل ليد الله قبل أن تصل ليد هذا الفقير. واو. فكيف لي أن أعطي شيء يعني وسخ أو عليه وسخ، فأريد أن أعطي شيء جميل. التطوع اللي حكيتيه أنت شيء مهم جدا، لأنه فعلا بعطيك فرح داخلي. معلش أعذريني، أنا بس أرحب ببعض الأخوة اللي موجودين معنا. فضل. الأخ جبريل مهدي، جزاكم الله خيرا، شكرا لك يا جبريل. الحج أبو مؤيد، وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيك. الأخت سهير، سلام عليكم من المتابعين الدائمين سهير، يعطيها العافية. أمال، وعليكم السلام ورحمة الله. أخ سمير، مساء النور، حياك الله. أمال تسألك سؤال، ممكن كلمة طيبة، أو يمكن تعليق، ممكن كلمة طيبة أو ابتسامة من شخص غريب تدخل السعادة في النفس،
شو جدا تعليقك على هاي الجملة؟ جدا جدا جدا. تعرف ليش؟ لأنه لا في مصلحة، ولا بدنا نقول ابصر ليش ضحك لي ولا إشي. أنا بتعمد دائما دائما، خاصة لما ألاقي الكبار بالعمر أو الأطفال في المحل، لازم أتبسم لهم، لازم أسلم عليهم، لأنه بعرفش يعني هي فعلا صدقة لابد أنها تكون، لأنه أنا نفس الإشي بتأثر فيا إيجابيا. فإذا ما قدرت تعمل ولا إشي، تبسم في وجه أحدهم وخليه يشعر بأنه إشي. ما طيب بنعرف الناس ماشيين في الشارع، قد يكونوا مريضين، يمكن طالع من المستشفى، يمكن God knows what. يعني يس، ناس بحاجة لهذا الإشي 100%. شكرا يا أمل. تبسمك في وجه اخيك صدقه، يعني هذا نعم الشيء يس. وصراحه يعني انا لاحظتها، مع احترامي للشعب الامريكي، بس الشعب الكندي كتير 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 بحب هذه الشغله، بيبتسم دائما في وجه الاخرين. الامريكي مشكل يعني، بس الكندي فعلا يعني معظمه، بديش احكي كله طبعا، شغله صعبه انك تطلقي، لكن كتير كتير بحبوا هاي الشغلة، حتى لو بتعرفوش هاي هاو ار يو وبمشي، يعني على صح القليلة بعطيك هذه الطاقة الإيجابية. صح أمال تسألك، هل تعتبر القناعة أهم أحد عوامل السعادة؟ هلا هذا مفهوم بخوف شوي. هو طبعا القناعة، أنا إذا مش مبسوطة باللي أنا موجود عندي، للعلم الجملة الآية الكريمة ولئن شكرتم لأزيدنكم، هي جملة شرطية، يعني الشكر يسبق الزيادة. فوجودنا في حالة قناعة وسعادة بالأشياء اللي موجودة عندنا، مش أضل أدور على الأشياء اللي مش موجودة عندي. طب أنا عندي سيارة، ما هو فلان عنده طيارة، عرفت؟ فديس از يعني هذا كومبيتيشن بتضيع للوقت. لا مظبوط، القناعة جميلة، والحب الأشياء اللي أنا موجودة معها، مع السعي المستمر للأفضل. أنا مبسوطة في اللي عندي، ومنفتحة إني يصير عندي أشي أكثر، أو إني أسعى لنجاح أكبر أو إشي. ولكن القناعة 100% إنه نكون مبسوطين في اللحظة اللي أنا موجود فيها. أنا بتهيأ لي هاي هي القناعة. نعم وأعتقد أنه حتى الله سبحانه وتعالى يعني في معظم التعاليم لما أعطانا الفرائض أعطانا السنن عشان نزيد عليها، فيعني إذا تقنعي بشيء بسيط هو شيء جميل، لكن أجين بدك تزيد، الخير لازم يزيد والشر لازم ينقص. بالضبط. نقدر يس. طيب ضايل عندنا شوية، السعادة هي أن تكون راضي عن أي شيء تقوم به بدا وتكون نقاش، مقتنع. وتكون مقتنع بكل شيء يرضي ضميرك، ومن يحاول أن يبحث عن السعادة فلن يجدها، والسعادة قرار أن تكون سعيد مهما حصل. شو رأيك؟ راضي عن أي شيء تقوم به؟ أنا عندي تحفظ على هاي شو الجملة. شوف، هو جميل، جملة حلوة. ليش؟ لأنه بقول لك، يا إما أن تعمل ما إشي تكون سعيد فيه، أو أن تكون سعيد فيما تفعل الآن لما تلاقي إشي يسعدك أكثر. فمش غلط. يعني أنا مثلا إذا بروح كل يوم على الشغل وألعن الشغل 100 مرة، زي ما بنروح في بلادنا كلياتنا، بنروح على مؤسسة بدنا نعمل لنا أو ورقة أو إشي، وبتلاقي كل واحد يعني نفسه يخنقك الموظف، أوكي؟ لأنه يا راتبه قليل، يا مدوش يجي على الشغل، أو كذا، طيب هاي الأمور. لا، أنا مع إنه أنا أحبب ما تعمل، أو هو اعمل ما تحب، هذا هي وصفة النجاح. يس ولكن إذا مش موجود، أحبب ما تعمل عشان تكون في حالة إنك تقدر تفتح لحالك أبواب جديدة، وتكون سعيد، وتفكر في أشياء موجودة. فهاي ممكن إن نربطها مع السعادة، هي أن تكون راضي عن أي شيء تقوم فيه ومقتنع فيه. شوف، طول ما هو الإشي ما بيأذي أحد آخر، لازم تكون سعيد وراضي عن حالك. طب انا معلش بدي اناقش هاي الجمله، يعني انا الجمله هاي عندي تحفظ عليها، السعاده هي ان تكون راضي عن اي شيء تقوم به، لكن هل السعاده مرتبطه ارتباط بسعاده الاخرين؟ يعني زي الحريه، حريتك تقف عند حريه الاخرين، فهل اذا انت اوكي، انا مثلا دراج ديلرز وانا سعيد، انا بعمل مصاري وببيع، انا راضي عن اللي بسوي فيه، بس انا سعادتي هون دمرت اخرين، ف الـ يعني أنا بس بدي أكبر التفكير تبعنا، أحيانا سعادتنا بتكون على حساب سعادة الآخرين، يعني أنا سعادتي في المنزل يمكن تكون على حساب سعادة ابني، أنا ماخذ الوقت كله، فكيف بترتبط هاي الـ شوف، ضمير الإنسان وفطرته، لا يمكن أن يكون هناك إنسان تاجر مخدرات سعيد، ولا يمكن أن تكون هناك سعادة مبنية على فطرة الإنسان بيكون نتائجها ضرر على الآخرين.
هلا ضرر على الاخرين برضه، ممكن انا اروح رحله والناس اللي حوالي يتغار مثلا وينزعجوا ويمرضوا ويترتفع حرارتهم، في هاي الحاله هل انت سعادتك بدك تبنيها على رضا الاخرين؟ برضه يعني لها وجهين، الوجه اللي تفضلت فيه لا يمكن ان تكون انك ماشي صح وبضمير وترضي فطرتك، اللي مشان هيك على فكره احنا دائما نسال طب اللي سرق مليون يختلسوا، هدول اللي بيختلسوا بيضلوا وبرجعوا بيختلس كمان، طب ما انت اخذت 10 مليون شو بدك؟ لانه لا فيش رضا، ما بتوصل هذا، هاي الاشياء الحرام اللي هي السرقه واللي هي تجاره المخدرات لا توصل الانسان للرضا الداخلي فيسعى للكمان. هو الانسان اللي ربنا يعني مغلق على بصيرته بصير بده يسعى كمان كمان، بيجيب كمان، بتاجر مخدرات اكبر، بيسوي مئات، بس هو مش سعيد. ليش بيضل يركض؟ لانه مش سعيد. السعادة الحقيقية هي لما نكون احنا ماشيين مع قوانين الحياة اللي هي ما اللي ما بتضر حدا، اوكي، او انت مش قاصد تضر حدا، وكمان في نفس الوقت يكون عمل مرضي للضمير وللفطرة الإنسانية اللي هي ما بتقوم على يعني أذية الآخرين. إذا لا ضرر ولا ضرار، يعني لن نبني سعادتنا على تعاسة الآخرين. طيب مستحيل. أمل أتفق معكم تماماً، من أجمل أسباب السعادة هي العطاء. حلو يا أمل، جداً شعور يعني إذا حدا ما جربوا روحوا اعملوا فولنتير في بيوت المتشردين. أنا كنت عضو مجلس إدارة هون في بويزي، في يعني شعور لا يوصف، لأنهم معظمهم ناس بحاجة جداً، وبتحس حالك روحوا على مكان دور العجزة. مرات أولادي مع معلمة البيانو بروحوا بعزفوا بيانو إلهم. هذا النوع من العطاء، السمايل هاي اللي ممكن نشوفها على وجه إنسان مسن يمكن له أشهر ما حدا زاره، هذا شعور ما بظن بتقدروا نقدر نلاقي له إكويفلنت بسهولة. انا حتى الكبار بالسن بشوفهم بيطلعوا مثلا خلص ريتايرد، هو بتلاقيه راح يعمل فولنتيرينج لانه هو برضه بده هذا السوشيال يا والعطاء والسعاده الداخليه. يس اجري، يس، وهي موجوده. يعني انا هاي يعني رساله للناس اللي ريتايرد في بلادنا، للاسف اللي بتشعروا انه صار اقعد الشخص اللي خرج عن التقاعد اقعد، يعني بتلاقيه خلاص قعد بس بنتظر نهايه حياته. لا، هاي بدايه حياتك، هاي بدايه حياه جديده ممكن تعمل للمجتمع، تساعد الناس، تساعد بافكار، فيعني شيء جميل. تفضل دكتور. هاي نقطه رهيبه، يعني اساسا احلى عمر تبلش تعطي فيه لان لما تطلع التقاعد زبطت بيتك، جوزت اولادك هوبفلي، وعندك وقت، وان شاء الله صحتك تكون، واذا صحتك بدها تكون احسن دومور. تصور مرات بتلاقي كراس جارد جاي اللي هم بيقطعوا الاولاد الشارع، بعدين بتكتشف انه كان مدير كبير في شركه. ناس تقاعدوا مدراء كبار في شركات، تجمعوا صاروا يطبخوا مرة في الأسبوع، يودوا للبيوت المتشردين. يعني بالعكس، أنا بتهيأ لي عطاء جديد من نوع آخر وعلو حرية كبيرة هي بعد التقاعد. طبعا من هذا المنبر بنعطي تحية إجلال وإكبار لكل المتطوعين في كل العالم، خاصة بهذا الوقت الصعب، لأنه هذا وقت فعلا يعني مهم جدا للعطاء والتطوع، وبنشكرهم شكر جزيل. زاهي بسألك، هل وفرة المال تدعم السعادة أم تحبطها؟ لا بتدعم ولا بتحبط. لا تدعم ولا بتحبط. عندنا مشكلة كبيرة على فكرة، وعندنا عقدة ذنب من الناس اللي بنكره الناس كأنها اللي بتغتني، أو بنحس إنه لعنة المال في أفكار محدة، هاي بتخلي واحد عمره ما يغتني على فكرة، لأنه هو عندك فكرة بتمنعك من الوصول لإشي معين. لا، هي لا المادة هي السبب في السعادة، وإلا كان ما كانش عندنا، بعرفش إذا بتقروا مرات على الإنترنت، أميرة من بلد معين غنية راحت على بريطانيا واشترت سما يترك أشياء عشان تكون سعيدة. يا حرام، طبعا إحنا بحكوا عنها بطريقة، بس أنا ككوتش أنا بعرف إنه هذا نوع من المعاناة، تبحث عن سعادة معينة بس الفلوس ما قدرت تشتريها، لأنه بعد ما تخلص شراء بأسبوع ستعود لاكتئابها. فإذا هون المال، ما المال أداة جميلة جدا، ولكنها لا تستطيع لا أن تجعلك سعيد ولا تجعلك تعيس. طبعا هذا مهم جدا. أمال بتقول لك شكرا على الكلام الرائع الواقعي، ممتاز. العفو يا أمال، شكرا لك. مساء الورد، مساء النور أخ زاهي، حياك الله.
الرضا بكل الأحوال مع الحفاظ على الطموح. I think that is. هلا عندنا مفهومين في الوطن العربي بدهم شغل كتير. موضوع الرضا اللي هي بيبقى واحد عنده مشكلة كبيرة كبيرة بقول لك أنا راضي، وموضوع الصبر احنا واضعينهم في مكان انه انا عارفه سهير انه مش هذا قصدك، لانه واضح انه كتبتينا مع الحفاظ على الطموح، بس احنا بدنا ناخذها فرصه نوضح. عندنا مشكله كبيره في انه موضوع الرضا، فانا بيجوني سيدات لها 30 سنه بتجيني بهي تعالج الاكتئاب يا حرام، بس هو بيبقى مليان مليان مشاكل عمدة 30 40 سنه بتقول لك ما انا كنت راضيه. هذا مش رضا، هذا اسمه استسلام وعدم الإيمان بأنه في شيء أفضل وفي حلول أخرى، وكأنه هذا العالم عالم ناقص، عالم بخيل. طبعاً العالم إحنا بنحكي بمن يقف وراء هذا العالم والقدر، أوكي؟ أنا بقول أنه لازم نرجع نعزز ونفكر كمان مرة بمفهوم الرضا ومفهوم الصبر اللي هم مر زي ما حكت الست سهير، لازم يكون معهم طموح وعمل. عمل هي كلمة السر كمان. يعني هو الرضا انا يعني كلمه الرضا هاي شويه، لانه الانسان لازم دائما يطور بنفسه، فاذا الرضا بامر الله وقضاءه هذا شيء، ولكن الرضا بالامر الدنيوي هذا شيء اخر. لازم يكون في عندنا تطوير للنفس والذات، هذا لازم. بالضبط. وبرضه كويس هي اذا بدنا نقول الرضا مقابل الريزيستنس، اللي هو مثلا بصيب مع الواحد مشكله بيرفضها، زي ما تقول لك نرفض احنا الفلسطينيين نرفض الاحتلال الصهيوني، اوكي؟ لو رفضته ما في، اوكي، ما بيعمل لنا شيء. وات ناو، وات نيكست، شو بدنا نعمل؟ اكشن. هلا اللي بيقرا الكتاب اللي انا اذا بدي انصحكم في كتاب ذا انتذرد سول، كتاب رائع جدا كتبه هذا الشخص، وكان عنده مشكله كبيره كبيره مع، انا طبعا حضرت كل مقابلاته لانه الكتاب اكثر من رائع. كان عنده مشكلة كبيرة مع الحكومة، وكان فولسلي يعني بالغلط متهم بإشي، فهو قعد بيقول خلال كل فترة المحاكمة كان في حالة رضا. هي مش رضا طبعا، عنده أكبر المحاميين وهو بدافع عن نفسه وبدور على براءته، بس داخليا ما كانش رافض الوضع. هذا رضا أنا بعتبره. أوكي، عندي مشكلة، بدل ما أقعد أقول ليش وليش صار معي وليش أنا، ومش أدخل في حالة الاكتئاب وأدخل في حالة الفيكتم استيت، لا، هو دخل انه انا ام تيكن ذا رايت اكشن، وما فيش سبب انه هاي الامر ما ينحل، وبهذا الطريق ببلش الامور تنحل. لانه في العالم وات ايفر يو ريزيست بيرسيست، كل شيء بنرفضه كانه بزيد بدقر فينا بزياده. Yeah. فممكن في هاي الحاله الرضا يساعدنا. اكرام، اهلا وسهلا، بنوجه تحيه لاكرام من المتطوعات اللي ما شاء الله عليهم نشيطات في المجتمع المحلي خاصة مع السيدات. أهلا وسهلا فيك يا إكرام. أهلا. تسألك أيهما أولا، النجاح أم السعادة؟ هل يجب أن تكون سعيدا عندما تنجح أم تنجح لتكون سعيدا؟ شوفي، سؤال ممتاز جدا. ربط السعادة بالأهداف هذا من أكبر أسباب الإحباط اللي بيوصلوا لها الناس، والدليل إنه بحط هدف بس أوصل له خلال 5-6 دقائق بحس حالي بلشت أتجيش للهدف رقم 2، فأنا مش سعيد، لأني لما بدي أوقف كل ساعاتي أقول لك أنا طالب توجيهي درست وبديش أفرح ولا بدي أقيم ولا بدي أحط. لما أنجح، نجحنا احتفلنا ساعتين زمان، والحياة بلشت تأخذ مجراها كمان مرة. ربط السعادة بالأهداف بالنجاح بأي شيء هي غلط. أنا بكون سعيدة وأنا في طريقي للنجاح، وهيك بتساعدي حالك، النجاح بيكون أقرب، عقباتك بتكون أقل، حالتك النفسية أفضل، وتصبح مرحلة النجاح زي تقولي مرحلة مرأت. It's beautiful, but we can keep going. بعدين بنقدر نكمل وبنقدر نكمل. فما تربطوا سعادتكم لا بهدف، ولا تربطوا سعادتكم تيكبروا الأولاد، ولا تربطوا سعادتكم بس أجوز الأولاد. يعني زي أهالينا الله يعطيهم الصحة يا رب. بس يكبروا الأولاد، بعدين بس يتعلموا، بعدين بس يتجوزوا، لقوا حالهم للأسف في نهاية العمر. فتربطوش سعادتكم ولا بأي شيء. أستاذ سمير بيحكي، دكتور أن تكون سعيدا إذا كنت، هل لا أستاذ سمير، هي كانت مثال عشان نفتح نقاش إنه السعادة، أنا فاهم وضع رأيك، لكن عشان نحكي إنه السعادة ترتبط بسعادة الآخرين، هو فقط مثال. طبعاً إحنا ضد المخدرات وضد تجارها، بس هو مثال يعني. نسرين بنشرفنا، نسرين أحلى كوتش ريم، تعرفك نسرين كويس ترى، متابعة إليك.
بقى تتابعني نسرين، يعني عن جد بتعرف لما يقول لك she is a beautiful soul، يعني هاي نسمة بتحسها نعم بيطلعش منها إشي مش حلو مش جميل. أنا سعيدة جدا بمتابعتها وسعيدة جدا إني يعني بحكي معها وتعرفت عليها، الحقيقة من الأشياء الجميلة في حياتي. شكرا يا نسرين. أستاذ سمير بيحكي كلمة متقاعد تعني مت وأنت قاعد، وهذه الكلمة أكرهها جدا ونحن أحسنت. أيضا. تسألك نسرين، كيف تحقق المرأة طموحها رغم الصعاب والظروف؟ طبعا نسرين من الناس اللي وومن اكتيفيست، بتحاول إنها تظهر دور المرأة وتثبت دور المرأة في الصعيد الفني، والآن يعني طبعا بتحاول انها بطرق اخرى. فهي بتسأل كيف تحقق المرأة طموحها رغم الصعاب، مش بس في نورث امريكا، in general. Everywhere. أكثر ناس حققوا نجاحات باهرة جدا 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 في هذا العالم هم الناس كان عندهم صعوبات كبيرة جدا. أوكي، أنا بدي أنصحكم تقروا The Outliers، هذا كتاب جيد جدا، وخاصة ابنك كتير كويس يقراه، وابني اللي هم التين ايجرز بيجي بيقول لك ما هو بيل جيت دشر الجامعة، ما هو فلان دشر الجامعة. The Outliers بيورجيكي يا نسرين انه اكبر النجاحات اللي حققوها هم اللي تغلبوا على هاي الصعاب. كلنا حياتنا فيها صعاب، هاي اكبر كذبة انه السعيد هو يعني حياته ماشي بخط واحد، ما في، هذه ضد طبيعة الحياة. الحياة هي ويفز، ابس اند داونز. اللي احنا بنحاول نكونه ولما نحسن نفسيتنا ونكون سعداء انه نخفف الداونز ويصير عندنا مور ابس. الصعاب والظروف اذا استخدمتيها لتكون وقود لنجاحك وسبب لنجاحك وقتها لن تهزمي. تابعي قصة ليسا نيكلز، شوفي كيف بلشت. مفيش مستحيل اذا بتتابعي قصتها بتعرف. كسيدات احنا بالذات، انا بنصح السيدات يسمعوا، وعندها 5 بيست سيلرز وشيز ون اوف ذا بيجست سبيكرز ان ذا وورلد. هاي كان عندها مشاكل مش بس فقر، كانت من افقر احياء كاليفورنيا، كان عندها مشكله بالتعليم لانها ديسلكسيك، اوكي، بتخربط الاحرف، وهلا كاتبه عندها 5 بيست سيلرز. التغلب اساسا من اجمل الاشياء لما نتغلب على ظرف صعب موجود عندنا، واجمل قصص النجاح هي اللي اجت من يعني من تحت الارض، كانه طلعوا بيقول لك وصلت القاع ما ضلش إشي تحت، هلا ما فيش مجال الا اطلع لفوق. فاستخدميها عشان تصير وقود لنجاحك. نعم، كلام في منتهى الروعة. إكرام بتقول شكرا، إذا السعادة تؤدي إلى النجاح. هذا طبعا أوكي. طيب، هرم ماسلو جعل الحاجيات مثل الأكل والشرب أقل مستويات السعادة، ومع أن ما بعدها يعتمد عليها، لكن جعل حب ما تعمل واكتشاف نفسك فيما تعمل وتتقنه وتبدع فيه هو أعلى الهرم. إذن هو التجسد لمعنى السعادة. أراها تجسيد معنى. شوف، اكتشاف نفسك وتعمل وتتقن وتبدع. السعادة إذا ما لقيت ولا إشي تعمله مش عارف تكون سعيد، لأني أنا مرات بحكي مع الناس اطلعوا امشوا، بنحبش نمشي، بايكينج بنحبش بايكينج، رسم بنحب. إذا ولا إشي لقيت إشي بيساعدك تعلم شيء جديد، أوكي، تعلم شيء، يعني مثلا حضرتك دكتور ولكن أنت ولا يبدو أنه عندك باشن للي بتعمله عشان يعني تعطي كل هالوقت. أنا بتابع كل البرامج اللي بتعملها بقول من وين بجيب وقت، يعطيك ألف عافية. فوجود هابي، وجود هابي إشي حلو بنعمله في حياتنا، قد يكون هو أول إشي يوصلك لأكبر نجاح، لأنه لما نحب اللي بنعمله هو هذا بيعطيه مجال يكبر. وكمان انه قد يكون خيط السعاده البدايه، اعمله، يعني اعمل إشي، اعمل هوايه، اعمل شغله بتحبها، وقتها طيب فعلا ستصل للسعاده. اكيد، يعني حطينا اسم الكتاب اللي حكيتي عنه الاوتلايرز. سلمت نمبوك. يا شذا بتحكي موضوع جميل جدا، شكرا على الطرح الموضوعي والعلمي والمنطقي جدا، تسلم الجهود، اهلا وسهلا فيكي. نسرين، حنكون هذا اخر تعليق وحنكمل. انا اقول لكل امراه لا تتخلي عن احلامك، ان لا تتخلى عن احلامك. رائع صح، يا رائع. شكرا يا نسرين، شكرا. طيب احنا نكمل، ما شاء الله كان في كثير. سرقات تفضل. السعادة، كيف تضيع السعادة؟ يا تخيل
تضيع السعادة لما أجي أقارن نفسي بشخص آخر، هاي سارقة السعادة، لأنه لو مهما وصلت في حدا أوصل أكثر منك في محل معين. مجرد ما تقارن حالك بغض النظر عن ظروف هذا الشخص وعن كل اختلاف، كل إشي مختلف فيه، إحنا كأشخاص مختلفين كاختلاف بصمات أصابعنا. فإذا بسرق سعادتي لما أقارن نفسي بشخص آخر، أوكي؟ بسرق سعادتي لما أحبس نفسي في ظرف في الماضي حصل معي، موقف معين، جرح معين بسموه، وبضل أحكيه وأحزن عليه. بالنسبة إلي أنا لما الناس بيشتغلوا معي مع الكلاينت بقولهم أوكي، تخيلوا كأس من السم، كل شوي بتجرع منه جرعة، بقتل في حالي، بقتل جزء من نفسي. إذا وجودنا في حالة الماضي راح، نأخذ دروس طبعا مشان ما يتكررش الماضي، نأخذ دروس من الماضي، ولكن لن أعيش في الماضي، يجب أن أعيش في هذه اللحظة. وبتقدروا ترجعوا لكتاب The Power of Now وغيروا كل حياتكم بعد هذا الكتاب زي ما أنا عملت. اثنين، التفكير الزائد في المستقبل. التفكير الزائد في المستقبل شو بعمل؟ بسرق منك هاي اللحظة هلأ اللي لازم نكون هلأ عم ننجز فيها، اللي هو أنا اللي بعمله اليوم هو نتائج رح أشوفها في المستقبل، صح؟ صح. فالتفكير الزائد في المستقبل بيخلينا، الناس اللي بتقولك أنا عندي قلق، أنا عندي خوف، هذا كله جاي من الإشي اللي أنا ما بعرف شو بده يصير بعدين، كأنه بدنا نتحكم في الوضع. أول إشي المستقبل لا أنت ضامن إن نكون فيه ولا أنا ضامن إني أكون فيه، الأعمار بيد الله. صحيح. ورقم اثنين، المستقبل نتيجة المستقبل هي اللي إشي اللي بسويه هلأ في هاي اللحظة، بقرأ في كتاب، بعزز في حالي، بتعلم إشي جديد، أي إشي بسويه، هو حتى بسمع ونتفت موسيقى بريح نفسي، هي سأجد نتائجها في المستقبل. الندم، الندم على إشي صار، وما نسمحش لحالنا بالأخطاء. في ناس يعني قاسيين جداً على أنفسهم بالأخطاء. اسمح لنفسك تتعلم، تكرار الخطأ هو الخطأ، ولكن الخطأ بحد ذاته الأولاني مش خطأ، لأنه كبشر بدنا نفصل بين البشر والملائكة، عندنا خلط كبير، فيش حدا ملائكة. نتعلم، نخطئ لنتعلم، نخجل من أنفسنا لأن يوم معين عملت غلط، لأنه ابني يوم عمل شغلة، هذا برضو سارقات السعادة. وأيضا من أكبر سارقات السعادة هي عدم التسامح مع الناس الآخرين. كمان نفس الإشي اليوم كتير اشتغلت مع من الصبح مع كلاينت، كانت في عقبة كبيرة إنه أنا بقدرش أسامح، مش قادر، إذا بدي أسامحه معناته بدي أرجع أحكي معه. لا، أنا ممكن أسامح شخص، وعندي في حياتي أكثر من شخص سامحتهم فعلا، لا أكن إلهم أي شعور بالحقد ولا بالكره، ولكن لن أفتح هذا الباب كمان مرة، ما بأعطيهم مجال يأذوني كمان مرة. كل هاي الأشياء إذا مش موجودة في حياتنا تكون سارقة للسعادة. وفي سيدة هون كتبت معنا كمان إشي، سارق السعادة هو عدم مراقبة الآخرين. يا ما احنا بنراقبهم عشان نقارن وين صار وين أنا صرت. يعني تخيلوا حالكم راكبين في قوارب سباق وقاعدين بنجدف كلياتنا، وكل شوي بطلع على اللي جنبي وين وصل، رح يوصل قدامي بمئة متر، لأني أنا بضيع في وقتي أشوف وين وصل. اللي بهمني أنا وين وصلت الآن. المنافسة غير الشريفة والمنافسة الغير العادلة سارقة للسعادة. إذا بدكم تنافسوا حدا وتربحوا في هذا العالم، نافسوا أنفسكم. شوف أنا اليوم أحسن من امبارح، أنا خلصت كتاب امبارح، إذا أنا اليوم أحسن من الشهر الماضي. أنا ككوتش لما قريت كتاب نسيت شو اسمه، تصور، بس هو يعني بدي أعمل عليه حلقة كاملة، لما خلصته أنا صرت أحسن كوتش، أحسن، لأن صار معي أدوات جديدة أكثر، فأنا مبسوطة. بقدرش أقارن حالي في ليسا نيكلز، وبقدرش أقارن حالي في أوبرا وينفري، بس أنا اليوم بقدر أقارن حالي في قبل بشهر، أنا اليوم كتير أحسن. فهي برضو إحدى الأشياء اللي بنظلم أنفسنا فيها. أنت بالنسبة لنا أحسن من أوبرا لأنك أنت موجودة معنا. شكرا لك، شيء يسعدني والله. بالعكس، شيء رائع. طيب، في سؤال بسيط هيك يمكن بدور ببال أو بخاطر كل واحد، كنا بنمر بتجارب قاسية ومؤلمة، لكن هل يمكن لشخص مر بتجارب، يعني في ناس بخدوها very close to the heart، خلاص بقول لك أنا مثلا لا سمح الله انطردت من الشغل، ولا انحرق شغلي أو البزنس تبعي، أو لا سمح الله توفى لي شخص، انتهت الحياة. فهل نقدر، هل الإنسان هذا ممكن يطلع ويصير successful ويصير سعيد؟ لا.
نو إذا بترجع للدكتور مايكل بيكويث، حكى في فور كونشسنس ستيتس. أول وحدة اللي هي الضحية، ما هو أنا بشعر حالي ضحية، فأنت باجي بحكي معك بتقولي لا، ما هو أنا عشان أهلي بقوا كتير ظالمين وبقى ظروفنا صعبة وإحنا طلعنا من فقر، فأنا مش قادر أستمر. أنا بصير أنا أيدنتيفاي ماي سيلف، أنا بعبر عن نفسي، بصير أنا هي المشكلة، أنا بعبر هي مشكلة صارت معك. أكثر الناس هاي المشكلة، أنت إلك الخيار، دائما افسحوا لحالكم وأعطوا حالكم حق الاختيار. إلك خيار، إما تستخدمها كعقبة وتحطها قدامك وتقول أنا اللي انظلمت وتصير ضحية للعالم، مع إنه كلنا مرقنا في ظروف صعبة، أو ممكن أجيبها أحطها على جنب وأقول هذا اللي صار لن يتكرر، لأني اليوم أقوى، معي درس، أنا مش راح أسمح اللي صار لي قبل يصير لي هلأ. الناس اللي بتدوق الفقر بيقول لك انا هذا الفقر مش رح ارجع له كمان مره. بعرفش اذا حدا قرا Gone with the Wind لما قالت I shall never go poor again or broke again. بقول انا هاي المرحله اللي مريت فيها كانت too low وعمري ما رح اوصل لها. وانا بقول لكم اذا ما عندكم إشي في الدنيا ماشي صح ووصلتوا مرحله القاع انبسطوا. ليش؟ لانه ما ضلش ولا محل حترجعوا له. هلا في محل واحد بدكم تطلعوا لفوق، بدكم تبلشوا تتحسنوا، بدكم تبلشوا تتطوروا. شو اللي صار معنا؟ أهم إشي بس ما إن نحرم حالنا من المعرفة. كيف بدي أستفيد من هالدرس اللي صار معي؟ ممتاز، وبلش أشتغل على حالي، خطوات صغيرة ستؤدي إلى نتيجة ضخمة جدا. طيب، في لسه يعني حبايبك كتار ما شاء الله. هلا هبة بتقول لك انا اوافقك الرأي، بترجع بتقول لك انا سامحت الآخرين اللي أذوني عشان اتصالح مع نفسي واعيش حياة سعيدة ورضا، وزي ما قلتي الباب اتفتح اتقفل وما يفتحش تاني عشان بعض الناس بيسرقوا سعادتك. ممتاز، ذاتس ات، ذاتس ات. يعني بقول لك ما بدي اسامحه لاني بديش الله يسامحه. تخلطوش حساباتكم، احنا مش رب العالمين، لا تخلطوا حساباتكم في حسابات البشر. انا بدي اسامحه عشان كل ما اتذكر اقول طب ما انا سامحته، هذا ليش بدي اذي حالي فيه؟ مشاعر بتؤذينا، هاي المشاعر تؤدي الى اذيتنا وبتؤدي الى انه الدماغ زي البطاريه، بدي اعطي 10% لهذا لاني بكرهه، هذا بغار مني، وهذا عمل معي ذنب قبل وانا في صف خامس. والله بحكي مع سيء مع ناس اوكي عمرهم 50 سنة بتذكروا موقف وأنا في الصف الثاني البنت عملت معي كذا، أوكي؟ هاي البطارية مشغولة كلها بالكره بالمواقف اللي صارت، معناته شو وين الشحنة اللي بدها تدعمني عشان أستمر؟ ما في. طيب، فإحنا بنفضي محل، افتحوا محل للبلسينجز، للبلسينجز بالعربي يعني ال بركة تدخل بس. حياتكم. طيب، يا بتقول لك دي قوة مش ضعف لما تسامحي. جدا أقوى إنسان هو اللي بيقدر يسامح، ما يسمح بتكرير الغلط على نفسه طبعا، ويستمر. وسامحوا طبعا أي حدا. هبة بنرحب فيها، هي صديقة البرنامج وبنشكرها دايما على المتابعة. وأنا I like your TikToks يا هبة، they are nice يعني. Oh good. keep doing what you are doing. عندها تيك Beautiful. توكات حلوات. أمل حلو. بتقول هل نستطيع التواصل معك؟ أنا حطيت لك يا أمل الفيسبوك تبع الأستاذة ريم، ممكن تتواصلي معها مباشرة. سامر بقول لك أنا براقب ابتسامة الدكتور، هي تعطينا سعادة. الله يسعدك ويخلي لنا أيامك دائما. الدكتور أحمد للأسف بعرف بعض، طبعا الدكتور أحمد بعلقش كتير. الدكتور أحمد صديق عزيز وبنفتخر فيه، هو أخصائي حساسية أليرجي، بيشتغل في أوتاوا هون. وللأسف بحكي بعرف بعض الناس وصلت القاع وبدأت تحفر لتصل مستوى أعمق. هاي للأسف ما هذا اللي قلناه، عندك خيار. الخيار هو عادة إنه المفروض نبلش نطلع لفوق لأنه ما فيش محل أكتر ننزل، ولكن إذا ما شفتش الخيارين قدامك سكرت حالك الخيارات، معظم مشاكلنا بتيجي لأني أنا مش شايف إلا هذا الخيار. هو صحيح. في خيارات موجودة والمفروض إنه نبدأ نطلع لفوق. هدول بحاجة لحدا يآمن فيهم، يورجيهم إنه we believe in you. بتعرف هدول غالبا بيكون حدا ورجاهم إنه أنت انقطع الأمل فيك، ولذلك هو he forgot about himself، صار يكره حاله. طبعا احنا كنا بدنا محضرين شوية شغلات، صراحة ما توقعت التفاعل الجمهوري الكبير. بشكر الجميع طبعا.
لكن لأنه هو موضوع الساعة 6 دائما بكون قبل الفطور والناس بتجهز للإفطار، لكن التفاعل فعلا مهم. حابب نحكي عن شغلة الاسترس، لكن أتوقع إنه هاي بدها حلقة كاملة، لأنه الاسترس يعني للأسف بيجينا إحنا وصغار وإحنا كبار وإحنا متجوزين وإحنا عزبية وبالشغل وخارج الشغل. فشو رأيك نحضر لحلقة تانية نحكي فيها عن الاسترس، وبتكون هاي إن شاء الله فاتحة لحلقات أخرى نتكلم فيها. إذا في عندكم أي مواضيع بالكوتشنج بالتنمية البشرية بتحبوا تحكوا عنها، إشي بمسك وبمس عوائلكم بمس أولادكم، بليز تواصلوا معي أو مع الأستاذ محمد التميمي، مع كنار تي في، مع الأستاذ ريم، وإن شاء الله راح نحاول نصل هذا المسج بحيث إنه نكون فعلا ناس إيجابيين وبعيدين عن السلبية. ان شاء الله ان شاء الله. إن شاء الله. كمان دكتور سألتني تفضلي. كمان سؤال انه شو بنقدر نعمل نحفز السعادة بشكل علمي. صحيح. بشكل علمي الحركة الفيزيائية هي تحفز الدماغ على إفراز هرمونات السعادة. يعني بدناش نسمي لاني انا مش دكتورة بس أوكي. يعني اوكي. فلما يكون عندك طفل مش سعيد حتى لو اجبرته اولها انه يطلع على البايك ويطلع سباحه ويطلع باسكت بول ويعمل كل هاي الاشياء اخيرا سيصبح سعيد، لانه الحركه الفيزيائيه تشجع الدماغ على افراز اكثر من هاي الهرمونات اللي بتخلينا سعيدين. كمان تمرين صغير بدي اقول لكم اياه عشان اورجيكم كيف ممكن اسعد نفسي زي ما ممكن انا اتعس نفسي. هلا اذا بدي اقول لكم غمضوا عينيكم، تخيلوا حالكم في ايدكم نص ليمونه واعصرها في تمك وانت مغمض، بتحس حالك قديش انه فعلا كانه الجسم بيعطي رياكشن وكانه فعلا انا بعملها، صح؟ صح. هاي انا نفس الشيء. اوكي، فاذا العقل عنده هاي الخاصيه في انه يتخيل شيء حامض او ماساه او مقطع مش منيح وادخل في الاكتئاب بسبب هذا المقطع، مش هذا هو نفسه العقل اذا انا باخده بتذكر اشياء حلوه أو إشي جميل، مقطع من أغنية، منظر يوم أنا رحت على محل في غابة وفي شجر. نفس التريك هاي، إحنا بنستخدم السلبية على فكرة ما بنستخدم الإيجابية، استخدموا نفس التريك عشان ترجعوا حالكم لمحل السعادة وتعطوا حالكم a glimpse of happiness. Yep. That's amazing. يعني اللي حكيتيه الرياضة مهمة جدا في إظهار السعادة. دكتور أحمد برجع بسأل بقول ما رأيك في مقولة ركز على نقاط قوتك لتزداد قوة بدلا من نقاط ضعفك التي يصعب إصلاحها أو لتزداد ضعفا؟ يعني يب. شكرا يا أستاذ أحمد. كلياتنا عندنا نقاط قوة ونقاط ضعف، وهاي أنا ما بظن إنها صدفة. سوري. اوكي، فهي مش صدفه، الله سبحانه وتعالى خلقنا في نقاط قوه عشان نستخدمها في اللايف بيربس. وان يوم نحكي عن هذا الموضوع برضه، انه كل واحد فينا مولود عشان يعمل إشي في هذه الحياه، اوكي؟ وهو يبدع اذا اخذ هاي الحياه، فاذا ركزنا على نقاط القوه الطبيعيه لدينا فهذا بنكون مزبوط يا دكتور، مشينا في الصح، تزداد قوه وبتكون استخدمت الناتشرال فورس لصالحك. والنقاط الضعيفة إذا بتضايقك اشتغل عليها بس بدون ما تعطيها كل الجهد وتضل تركز أنا ضعيف أنا فاشل أنا مش عارف إيش، ما هي بتصير معنا بتصير السلف تاك. بس أنا لا بضل أذكر حالي أنا الناس اللي بيجوني عشان والله بدي أرفع ثقتي في نفسي، أنا عندي مشكلة أو ودوا لي أولادهم. أوكي، أعطيني 5 شغلات أنت شاطر فيها أو فالح فيها بترفع ثقتك في نفسك وبنقويها بندعمها، وهي صار عندنا قصة نجاح. يعني فيش حدا فينا شاطر في كل شيء. أنا صحيح. بتقول لي بعد 10 زائد 10 بقدرش اقول لك ولا شيء، لاني انا برضه ديسلكسيك، عندي ديسلكسيا والارقام دغري بتدخل في بعضها بعد رقمين، فكل واحد فينا عنده It نقاط is. قوه It is معينه. important. ويمكن هاي النقطة مهمة جدا خاصة مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الأوتيستيك كيدز، لازم نركز على نقاط قوتهم ونعطيهم قدرة أكثر على تنميتها. يعني صح بكل شيء ترى، يمكن هاي هي باسمها السبيشاليتي. يعني لما الدكتور زي ما حكيتي بكون جيد في الطب لكنه يمكن سيء في الرياضيات او بالكتابة، بالكتابة الأدبية، يمكن يكون أديب وما بعرف بالعلم يعني. فإتس ديفرنت بتوين، عشان هيك في عندنا شغلات اختصاص. أكيد هبة بتقول لك في ناس للأسف بيدخلوا حياتك
ويقللوا من إنجازاتك. هدول وبيعملوا إسقاط عليكي، وإحنا مش بناخد بالنا عشان طبيعة العلاقة بكونوا أصدقاء لو. ونكتشف أن هم اللي عندهم مشكلة كبيرة مش واثقين من أنفسهم. هاي نقطة ولا إشي بشوفه فيك مش موجود فيه، لما أشوف الجمال وأشوف النجاح وأحتفل مع الناس في نجاحها، لأنه في جزء مني أشعر بال I feel إني I accept myself. هلا الناس اللي هم عندهم رفض لأنفسهم وشاعرين إنهم ضعفاء، هم أكثر ناس بتسلطوا على الآخرين وبيحسسوهم إنه أنتم ناقصكم إشي، لأنه هو داخله يشعر بهذا الشيء. فأنا دائما بقول إذا حدا بحكي معك يعني عن إشي مش منيح أو بيستخدم لفظ مش لائق، لأنه لو عنده أحسن كان ورجاك يعني. فيا طب فدونت هدول فيل الناس باد، شو نسوي فيهم؟ اجنور ذم، اجنور. نخرجهم من حياتنا الأفضل. أنا عندي سياسة اسمها الابتعاد الجميل. أنا ما بحب المشاكل وما بحب حدا ينزلني لمستوى، أنا بحب الابتعاد الجميل. يعني حدا هو هيز ستراجلينج، ما لازم نشعر في بعض برضه. في ناس وهم في عز أخطائهم بيكونوا ستراجلينج، عم بيعانوا في إشي نفسي، ما بقول لك روح عالجه وترك حياتك وخليه يدمرك معه في طريقه، لانه هاي الكلمات بتاثر فينا نفسيا، ولكن انا بقول لك الابتعاد الجميل، ابعد عنه، بطل احكي معه تلفونات، بطل اطلع معه محلات شوي شوي، ونبعد شوي عن هذا هدول الناس المؤذيين نفسيا، لانهم بمروا في حاله نفسيه صعبه، او ممكن يكونوا دارك سولز بسموهم، يعني بيحبوش يشوفوا حدا ناجح، ابعدي عنهم طبعا. اللي هم حب النرجسية زي ما بيحكونهم. مرض النرجسية هو. طيب بقول لك، كثرة ممارسة ومهارة الابتسام تنشر في داخلنا السعادة والسرور، وخاصة إذا استطعنا نقل هذه الابتسامة لمن حولنا. It's contagious. It's contagious. زيها زي المتاوبة. لما تشوف حدا سعيد وبضحك، لاحظ بتصير بدك تضحك، بدك تشوف ليش بضحك. فمش غلط تكون ناشر للسعادة، مش قلنا كن أنت التغيير الذي تحب أن تراه في هذا العالم، اضحكوا للناس، ابتسموا لهم، ما بتعرفوا بإيش بيكونوا عم بمروا. ويوم لازم نحكي على فكرة عن الأربع قواعد في العلاقات الاجتماعية، وبنمر فيها بقوة الكلمة، قديش ممكن حدا يحبطك ويدمر حياة طفل خاصة أو إنسان من وراء كلمة بيقولها قاصداً أو غير قاصد. الأربع قواعد في الحياة الاجتماعية؟ اوكي، هاي حلقة ثانية صارت انكم يا شباب. يا انا يعني اي ام ادكتد تو بوكس بصراحه، وكنوز كنوز مرميه هون وهون وبنلملم بس قاعدين، بس انا اي أعطيك. لاف ذس. يا طبعا يعني احنا، انا كنت بدي اقترح عليك اقتراح، بعدين شكلك انت اللي عم تقترح الاقتراحات. اتس جود، جو اهيد. اتس اوكي. لا إخراج، لا بتقول لك لا إخراج من الحياة فورا، والتأخير يبقى مؤذي لينا إحنا كمان. حقي أنا إذا حدا بأذيني نفسيا أطلعه من حياتي. صح، لا. الوجه البشوش ده نعمة. طيب هبة، أنت وجهك نعمة، وفعلا هبة دايما باينة طلع بصورتها. she's always smiling. ف نشكر هبة ونشكر جميع اللي كانوا معنا. أستاذ ريم، أعطيكي توجهي آخر كلماتك للجمهور العزيز. شكرا لك دكتور. اول شيء بشكركم، بشكر متابعتكم واسئلتكم الجميله، يعني الانجيجمنت كثير حلو، هو بيغني الحوار اساسا، بخلينا ننتبه على محاور احنا مش منتبهين عليها. ولكن بحب اقول لكم، الكم الخيار، احنا بنسحب من ايدينا الخيارات، ولكن النا الخيار. السعاده قرار، بقدر اقرر اكون سعيد بالظروف الموجودة عندي، وأنا عم أسعى لأشياء أحسن وتحسين ظروفي، وهذا حقكم. ما تسعوا من إنكم تسعوا لمال أكثر، ما تسعوا إنكم تسعوا لسعادة أكثر، ولكن المنطلق لازم يكون هو برضو إنه سعادة، وإنه إتس أوكي إني أنا هون، ولكن خليني أمشي كمان وألاقي. دوروا، استثمروا في أنفسكم، هذا أهم إشي. مشكلتنا نهرب إلى الخارج، هذول الناس حياتهم كثير، الناس داخلة علاقات وتلفونات وإيميلات، هم على فكرة مش ناس مزعجين، هم ناس بيهربوا لأنهم مش عارفين وير تو جو. بس إحنا في عصر الانفتاح الإنترنت هلأ، كل شيء موجود. يا إما بتقرأ لك كتاب، أقول لك هلأ إحنا الكوتشز ليش بنشتغل؟ لأنه الإنسان أدرك أهمية سعادته إنه يكتشف نفسه. فاصرفوا وقت مع حالكم، استثمروا في أنفسكم، في الوقت، في المال، في الجهد، وأخيرا لن يضيع، مستحيل يضيع تعبك، راح تلاقي طريقة.
أكيد أكيد أكيد، شكرا لك كثير. الجمهور لسه بقول لك مواضيع شيقة، الله يعطيكم العافية عدي. شكرا جزيلا، بدنا حلقات أخرى، عاوزينك في شكرا يا حلقة أمل. ثانية، فخلاص إن شاء الله حنوعدكم إن شاء الله. باسمكم جميعا وباسم كنار تي في، باسم جميع المشاهدين والمتابعين. بنشكر الكوتش ريم عناني على تشريفها لنا في هذه الحلقة لنتكلم عن الحياة السعيدة. نتمنى لكم جميعا حياة جميلة سعيدة خالية من السلبيين وكلها إيجابية إن شاء الله. وبنذكركم في الساعة 8 راح يكون معنا نقل مباشر لأذان المغرب، والساعة 10 اليوم راح تكون معنا حلقة فرفشة، حتكون مقهى رمضاني ولكن في شغلات رياضية، حتكون هنتكلم شوية عن شغلات جنون الكورة والناس اللي تعرفوا عنا احنا شعبنا شوية هيك بحب الكورة، فحنتكلم عن هاي الشغلات، حيكون هذا الثيم تبعنا. فإن شاء الله تتابعونا الساعة 10 ونراكم، والسلام عليكم.